بعض الناس يا أخي الكريم نعم وأيها الإخوة والأخوات يظن أنه الحياة الطيبة هي فقط في الآخرة، ثمرة الطاعة لا تكون إلا بعد الموت. بالتأكيد أن الثمرة الكبرى للصالحات والطاعات هي بعد الموت على وجه واضح وجلي ولا يلتبس، لكن ثمة منافع في الدنيا لا بد أن تظهر من أثار الطاعة، أن يذوقها الإنسان من أثار الطاعة في حياته. فثمة نعيم في الدنيا يدركه الطائعون، به تنشط نفوسهم على الطاعة، به تقوى قلوبهم على الإقبال إلى الله عز وجل وإلى ما أمر به والقيام بما حث عليه. هذا الذي يجده الناس في الدنيا من نعيم الطاعة شيء لا يدركه كثير من الناس عندما تكون الطاعات صور لا معاني لها، عندما تكون الطاعات على الجوارح والأبدان وليست نافذة إلى القلوب والأفئدة.